ربما تكون مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المقام الأول تقع على عاتق رجال الأمن والجيش، لكن هذا لا يعفي المجتمع من تحمل مسؤوليته لحفظ وتثبيت دعائم الأمن، فالعملية تكاملية، وذلك عبر دعم الجهود المبذولة والتفاعل معها من خلال تقديم المعلومات والإبلاغ عن التجاوزات المخلة بالأمن. مسؤولية الحفاظ على الأمن ليست فقط مسؤولية الجندي، بل مسؤولية مشتركة بين الجندي والمواطنين من خلال التبليغ عن أي حاجة مشبوهة وغير ذلك. ويبدو التفاعل المجتمعي في حضرموت مع جهود تثبيت الأمن واضحة للعيان، ليس فقط من خلال مشاهد الفرحة الغامرة التي دفعت بالسكان للخروج لشوارع المكلا للترحيب بقوات النخبة الحضرمية يوم دخولها للمدينة، بل أيضا من خلال التزامهم بالإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات، والتعاون مع عمليات التفتيش الدقيق للمركبات في نقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع العامة، وتحمل سائقي المركبات لإغلاق بعض الطرقات وتحويل مسارات بعضها. رغم كل كثرة النقاط الأمنية وكثرة التفتيش وكثرة التحويلات في الشوارع من يترتب على ذلك تأخير المواطنين، على أننا نؤيد وندعم كل الجهود التي تقوم بها قوات النخبة الحضرمية لتثبيت الأمن في محافظة حضرموت. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي مشهد تعبيري بليغ أطلق عدد من النشطاء في المكلا مبادرة شبابية أوسمت بعزة وطن، نفذوا من خلالها نزولات ميدانية لتوزيع الهدايا والعصائر وبعض الوجبات على الجنود وأفراد الجيش المرابطين في حواجز التفتيش. هذه المبادرة الشبابية والمجتمعية تقديراً بسيطاً مننا لهذه الفئة أو لأفراد الجيش التي تبذل جهوداً مضنية وعالية في استبداد الأمن. ويأمل القائمون على المبادرة الشبابية أن يتمكنوا خلال الأيام القادمة من توزيع مظلات شمسية تقي الجنود حرارة صيف لا يرحم. وجبة إفطار وعلبة ماء باردة في صيف ساخن هي مجرد أشياء بسيطة، لكنها توصل رسالة بالغة الأهمية بمدى تقدير الشارع الحضرمي للجهود التي يقوم بها عناصر الأمن والجيش والنخبة الحضرمية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.